السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم بدرس جديد اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس وضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناه لكن نسى يشترك بالقناه قبل ما تتابع الفيديو تاكد انك ضاغط على زر الاشتراك ومفعل زر التنبيهات ليصلكم كل يوم فيديو جديد باذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن درس مهم واساسي في اللغه الانجليزيه نتحدث فيه عن 10 مقابلات بين الاحرف الانجليزيه البعض يخطأ في لفظ هذه الأحرف أو يبدل بين هذا الحرف وذاك الحرف تابع معي نهاية الفيديو لدينا الكثير من المعلومات التي تفيدنا في القراءة وكتابة الكلمات باللغة الإنجليزية بشكل صحيح ويحسن من قراءتنا وكتابتنا للكلمات في اللغة الإنجليزية إذا كما نعلم باللغة الإنجليزية عندنا 26 لتر 26 حرف هذه المقابلات لاحظ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اذا 10 مقابلات بين الاحرف البعض يخطا في لفظ هذه الاحرف وايضا عند كتابه كلمه ايضا يخطا بهم مثلا عندنا بي بي بعد هذه الفقره راح ناخذ امثله وكلمات بشكل مفصل مع ملاحظات مهمة بي لاحظ شفتين مرتاحتين بي لدي... لدينا الكلم... الحرف هذا بي إذا لاحظ بي شفتين مرتاحات لكن بي بي دي تي دي تي سي أس سي إي آي اي اي اف في اف في جي جي او يو دبليو واي ام ان كي كيو اول مقابله عندنا ف ذا لاحظ ف ذا اذا بين ف ذا سيف سيف لاحظ بفرق لا نقول سيف سيف او سيف سيف لانه عندنا سيف امن سيف يحفظ لاحظ ف لايف 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 حياة لايف حي او مباشر او ممكن نقول ليف ايضا يعيش لكن عندنا اف ف لايف لايف اذا نفضها يعيش ليف لكن لايف اذا مباشر اذا ليف لايف ليف ورقه ليف يغادر لاحظ ف ف ليف ليف اوف يطفى او جانبا على حسب مكانها في الجملة أو بعد الفعل of من لاحظ هذه ف وعندنا ذ إذا دبل اف ف إذا كان اف واحدة نلفظها ذ مثل عندنا ليف إذا أول مقارنة عندنا ف ذ بالتالي يتغير ترجمة الكلمة سيف سيف لايف لايف أو ليف leave leave off of ايضا الخطا اللي يقع في مستخدم اللغه الانجليزيه عندنا حرف بي بي كما قلنا بي 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 شفتين في ستريس بي بي لكن بي بي شفتين مرتاحات بي بي لاحظ بي معناته يبول او يتبول بي نحلة لاحظ بي بي بات 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 بمعنى يربط على كتف أو يضرب هذا الشكل على كتف بات مضرب بين دبوس بين سلة مهملات لاحظ تجديد على البي أو بدون تجديد بي خنزير بي كبير اذا لاحظ الترجمه تتغير تماما اذا يجب ان انتبه دائما ال بي تشديد ال بي مرتاحات مرتاحات بي بي بات بات بين بين، بيج اذا ايضا عندنا مقابل بين دي تي دنس تنس لاحظ د ت دنس مكثف او كثيف تنس زمن او توتر او تشدد أدى ضرر او ذرة ضرة الحيوان يعني اللي يشرب منها ابن الحيوان نسميها ادى اتى لاحظ ده تا تام او مطلق او كامل اتى ادى اتى مد وحل او طين مات ساذج او مغفل رود طريق رود كتب الدبليو ما تلفظ اذا عندنا دي تي دنس تنس ادر اتر مد مات رود رود ايضا مقابله جي جي الجي ايضا الفضاء جي جي لكن انتبه جام اذا ممكن شخص يكتب يكتب page هذا خطا اذا الطريقه انه تبصم الكلمه بصم جام بيج جوس ويج جانجل ايج جاكيت جيم لاحظ جام مربى او ازدحام بيج صفحه جوس عصير ويج اجر او اجره jungle غابه age عمر او سن jacket ستره او جاكيت gym صاله رياضيه جام page juice wage jungle age jacket gym أيضا لدينا اي اي الاثنين نلفظهم وحده ا اي بن بن لاحظ ب ب ب بن بن اي بن قلم حبر بن دبوس هل جهنم لكن هل تلة او هضبة اذا هضبة ديسك لاحظ ديسك مكتب او مقعد ده لكن دي ديسك قرص اذا قرص سيدي ليفت يسار او غادره لا لا لكن ليفت مصعد اذا وحده ا اي بن بن هل هيل ديسك ديسك ليفت ليفت ايضا س اس كما نعلم الس ممكن او السين سي او ك او عدنا نفضل تشا على حسب تكلمنا فيديو سابق الحب يرجع عليه بشكل مفصل عن سي عندنا الاس ايضا الفضول ممكن س او ش او جاء على حسب مكانه في الكلمه ايضا بشكل مفصل تكلمنا عنه كات سات ملاحظين كات قطه سات جلسه كار سياره لا نقول سار سينك يغوص سيتي مدينه سايز مقاس او حجم سايكل دائرة سنيك أفعى كات سات كا سينك سيتي سايز سايكل سنيك أيضا لدينا ك كيو أغلب الأحيان بعد كيو يأتي يو عندنا كايت طائرة ورقية كينج ملك ملك كوين ملكة question سؤال إذا كايت queen king question إذا ك q أيضا م ن عندنا man رجل name اسم مثلا what is your name ما اسمك name mouse فار طبعا جمع منها mice فئران لا نقول ماوسز، ماوس فأر، مايس فئران. نون اسم يعني بارت اوف سبيتش أقسام الكلام مثل اسم صفة إذا ناون مي ضمير بحالة مفعول به مثلا give me أعطني من الضمير اي نو no. لا أو كلا نير قريب مين يعني أو بخيل إذا man name ماوس مايس نون مي نو نير مين ايضا واي وي نلفظها يا يا دائماً يا وي وي يعني نفس حرف الواو باللغة العربية يير لاحظين اي يي. اي يير سنة وي نحن يو يعني دائماً اي مثلاً اي ألفظها مثل ياسر يا لاحظين يا سَر إذا دائما يا yeah. مثل يا ير وي يو وين وين متى أو عندما يور لك وير كان وير كان يانج شاب طبعا عكسها اولد عجوز وير اين اذا كما قلنا يا yeah, وي year we you when your where young where طبعا لدينا where كان نفس اللفظ where لكن اين في عندنا الاتش زاد الاتش طبعا لا يلفظ. ايضا او يو سان سان نفس اللفظ لكن عندنا او يو اذا كان بالاو ولد باليو شمس سان سان نفس اللفظ. hot هات هات حار هات كوخ نوت لا نوت جوز او بندق اذا هذه نفضها أ هذه لكن في عندنا الكلمه الاولى نفس الشيء سان سان هات هات نوت نوت بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن عشر مقابلات باللغه الانجليزيه بين الاحرف البعض يخطا اثناء اللفظ بهذه الاحرف اتمنى قدمت شيء الفائده اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته